بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم معنا في قناتنا. اليوم ان شاء الله راح نديروا شويه حاجه مالحه، بدلوا شويه، راح نديروا جزر مشرمل او سلطه جزر ساخنه وتكل ايضا بارده، نقدر نحطوها في الثلاجه تقعد في زوج برطمان كما نقولوا، في بقاله زجاجيه. منين نحبوا ناكلوا نجبدوا، كي نجوعوا ولا رفقوها مع اطباق. عندنا جزر قطعته بهذه الاداه وفورته شويه، ما خليتوش يطيب مليح باش ما يفسدش. وعندنا معدنوس ودبشه كما نقولوا حنا، كزبر خضر. عندنا زيتون، زيتون اسود للتزيين. عندنا زيت زيتون نحطوه في الاخير. عندنا بيض مسلوق شرشم. عندنا عصير ليمون، زيتون اخضر، ثوم. عندنا التوابل، كمون، بابريكا، فلفل حار احمر مرحي، فلفل اسود، وتابل كرويه. وعندنا قليل من السكر وشويه طماطم مصبره. وعندنا الملح طبعا، ملحناها هنا ونزيدوا شويه للتفاتف. توابل، عندنا خل، وعندنا مواد تزيين خيار وليمون وبيض. المهم ان شاء الله نبداو في طريقه التحضير، تابعوا معنا. نحطوا الزيت تاعنا، حطوا شويه زيت، خلي الزيت تاعنا تسخن. نحطوا شويه ثوم، شويه نخليوه كي نضربوا نطفيوا عليها باش تقعد تريح. نخليو الثوم تاعنا شويه، نحطوا لها قطرة ماء، شوية ماء باش ما تحرقش، شوية ماء باش ما تحرقناش. نحطوا الطماطم تاعنا وشوية سكر باش تقلى شوية، نحالها الحموضة. نحطوا شوية التوابل، زرطة وشوية نخلوهم بعد. نخلطوا هكا حتى تقلى، قلى شويه برك، ما شرط دير بزاف، قلى بزاف. نضيفوا الجزر تاعنا، خليو الجزر يمتزج شويه مع المكونات. الجزر ما طيبوش بزاف، يقعد حاكم الشكل تاعو. زيدوا شويه ملح، ما كثروش، درنا شويه قبل. هذه السلطه مليحه كي يجوع واحد هكا العشيه ياكل بها خميره ولا كسره خميره مطلوع، ولا يرافقها مع اطباق، مليحه تعود في الثلاجه دائما. هي وصفه بسيطه يعني، عفوها الكثير يعفوها. تقدروا ديروها ثاني كيما هكا وما تطيبوها شكا في المقله، ديروها غير سلطه، تفوروها وديروا لها الماريناد تاعها، فاتف والتخليل تاعها كلش، وتخليوها ثاني تجيكم مليحه سلطه بارده كيما نقولوا. هذه ساخنه يعرفوها سيرت الامهات الكبار، يعرفوا هذه الوصفه. انا نديرها ساعه ساعه نديرها. عندنا نزيدو ثاني، حطوا معاها الزيتون يدير شويه، يطلق لنا البنه. خليوها هكا تشرمل شويه تتفاتف ونوليو. هاي السلطه تاعنا شرم دارت، دخلت فيها شويه التوابل. زيدوا نكملوا كميه التوابل اللي قعدت باش تقعد تريح. زيدوا كميه الثوم، زيدوا خليوها شويه ونجيو نكملوا الشيء اللي قعد. نزيدو نحطو لها البقدونس، ما تلوحوش على الاول، حطوه برك باه يقعد يريح، يقعد حاكم الفوائد تاعو ديما حطوه على الاخر، ويقعد حاكم البنه تاعو الفوائد. هاكا نطفيو عليها، خليو باش يقعدو لنا الحشاوش خضر ما يذبالوش. نروح نطفي
نزيد لها الخل، راح نزيد لها الخل الحموضيه كما تحبوا يعني. زوج ملاعق مع عصير ليمون، ملعقتين، حوالي ملعقتين هكا، خلطوا. زيدوا الزيت، زيت زيتون، اللي ما يحبش ما يديرش زيت زيتون، شويه برك للنكهه تجيها مليحه. وان شاء الله ندير نشوفوها في الطبق ان شاء الله. هذه هي سلطه سهله، تقدروا ديروها حتى وجبه اللي يديروا ريجيم، مليحه خفيفه وصحيه. من بعد هاي السلطه تاعنا جاهزه، سلطه سهله التحضير ومكونات بسيطه مش مكلفه، تقدروا تستعملوها، تقدروا تضيفوا الحوايج اللي تحبوا، اللي تنحوا التوابل يعني اللي ما عجبوكمش، بصح هذوما التوابل اللي يمشيو معاها. ان شاء الله تشربوها تعجبكم، وشهية طيبه. نقدروا نزيدوا لها شويه زيت هكا، زيت زيتون وعصره ليمون اللي يحب يزيد لها. ها ان شاء الله تعجبكم، بقاو على خير، تحياتي لجميع المشتركات.